السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على السكادوال ريبار من قائمة فيو. هقول له سكادوال، هقول له عايز اعمل سكادوال واختار ستراكشر ريبار. بيقول لي شوف ايه العناصر اللي انت عايز تضيفها. اقول له ماشي، اضيف العناصر ديت، وممكن اعدل فيها زي ما انا عايز. بعد كده اقول له اد، تمام، وابدا اشوف لو في حاجة مش عايزها، مثلا الكومنت مش عايزها، ال ايه تاني، الديسكريبشن، تمام. هقول له اوكي، هيبدا يظهر لي الجدول، ولو في حاجه انا مش عايزها ممكن اعلم عليها واقول له ديليت. هذا هو الجدول، وممكن عشان اشوف الجدول مع الشغل هقول له حط لي الاثنين جنب بعض بالشكل دوت. انا دلوقتي معلم على اي حاجه فيهم، ممكن اجي هنا اهايلايت الموديل، ابدا اشوف في الموديل، تمام. يعني ممكن اجي هنا اقول له ايه هايلايت الموديل، يبدا يعمل هايلايت عليه، واقدر اغير فيها. يعني لو انا هنا ممكن اقول له لا ديت خليه مثلا اللينس بتاعها قد كده، عدل لي فيه، عدل لي البار دايمتر، ابدا اعدل فيها، هو اوتوماتيك هتعدل في قلب البلاي. يعني ممكن اقول له دوت، اقول له مثلا ايه خلي لي ثانية، تلاقي ان التأثير حصل معايا في نفس اللحظة في قلب الشغل نفسه، تمام. ولو جيت هنا برضو وعدلت الاقي ان التعديل حصل برضو في الجدول عندي هنا. زي ما انت شايف الارقام كلها اتغيرت لمجرد ان انا غيرت الريفرس شيب، تمام. دي طريقة سهلة جدا أقدر أعمل بيها سكادول لكل الريبار اللي عندي في قلب الشغل.